تكتك عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. بوكو صراحة كيجوني بزاف ديال الرسائل واتساب، بزاف بزاف الالاف، والناس اللي كانوا كيقولوا لي علاش المغرب شارك علاش المغرب شارك في الالعاب لي جو ميزي غانيا. اليوم فهموا النتيجة، فهموا النتيجة على ان المغرب دولة ديال 1300 سنة، ماشي دولة عادية. كتقول لك هاك المعلومه سيغ ان بلاطو، تقول لك فوالا بغيتي تعرف هاتا هاك بلاطو الصينيه والبراد واتاي والشحر، هاك بغيتي تعرف على الجيران، خوت في الاسلام، خوت في الارض، خوت في المقاومه، ها خوت ها وما خوا خوا هاتا. كتشوف هاتا تبارك الله شجعونا، شحال شجعونا البارح مع الطليان، ما كان غير والنشيد الوطني كيفاش كيحتارموه وكيفاش بقاو ساكتين ومتخشعين مع النشيد الوطني المغربي، وكيفاش صفقوا على اللاعبين وكيسالاو الماتش، كيفاش مشاو عطاوهم الورود وقالوا مرحبا بكم. ها هذه هي خوا خوا، هذه هي خوا خوا. شو كتقول لا ما كان ايوا اش غادي نقول لكم زعما الصراحه الفضل يرجع لهذا السيد، هذا بلاتي الفضل يرجع لهذا السيد، هو اللي رباهم صراحه، ونعم التربيه هو اللي رباهم على احترام المغرب، احترام المغاربة، راه هو هذا، دعيو معاه، هو هذا، الفضل يرجع لهذا، هذا هو السيد اللي علمهم احترام المغاربة وحب المغاربة، ومساعدة المغاربة، والامتنان للمغاربة على المساعدة اللي قدم ليه في أيامات المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي. إلا ما عرفتوش نوريهولكم، ها هو هذا هنايا. ها هو هذا هنايا مع سي جمال عبد الناصر، ها هو الفضل يرجع لهذا السيد، هو اللي كون هذا الشعب على حب المغاربة وحب المغرب العربي وعلى التواضع، فهمتي، وعلى واحترام الآخرين، فهمتي، هو اللي علمهم ما شاء الله لا سيمبليسيتي لا مودستي لو ريسبي دي زوطخ، اي سي لوي كي لاغا ابري ا ريسبكتي لي فوازان à ne pas déranger les voisins. Et voilà, je ne sais pas. وتبت فيهم روح العمل وروح المبادره وروح كذا، وهو على بسببه هما باش كلشي، حتى واحد ما هاجر لاوروبا، فرنسا واوروبا ما فيها حتى جزائري، الحمد لله جزائريين كلهم باقين في بلادهم، كاينين شاربين مبرعين، ما خاصهم والو، فلوس الغاز والبترول، فلوس الغاز والبترول راهم هما اللي كيستغلوه، راه ما كيديو لهم حتى شي واحد. اذا ما شاء الله ما شاء الله، وما كيشري سلاح لعباد الله، ما كيشري والو. هو نهار اللي جا المغرب هذا الوقت اللي جا لفاس مع الزوجه ديالو انيس، شو شنو ها هو هدا ليه الملك الحسن الثاني الله يرحمه، هدا ليه قفطان، شو القفطان اللي لابساه، شتيه كارتون ماروكان افيز، او تبدلوا كل شيء، ولكن ها هو اللي رجعهم دايرين هكذا، هو رجعهم ما شاء الله. تبارك الله عليه، ريسي ان ايديكاسيون ريسيت 100%، فهمتي، ايوا بقاو هكذا خدامين الى ولاو هانتا، ولاو كيقول لهم هانتا راه شادو كيقول لي تهلا تهلا، ها المروك حداك تهلا فيها مزيان، راهم جيران زوينين تهلا فيهم، ما تبرزتهم ما تسبهم ما تعايرهم، احترمهم، راهم كانوا تهلاو فينا ايامات المقاومه، ايامات الثوره ضد فرنسا، ها هي ديك المروك تهلا فيها تهلا فيها تهلا فيها وتهلا في المغاربه، وما تسبهم وما تعايرهم، راهم ناس مزيانين، راه ساعدونا في ايامات المقاومه، وراه باين، ها هو هذا هو راه كيوريها، كيقول ليه المروك ناس ملاح، شتيه كيقول ليه المروك ناس ملاح.
شكرا الناس اللي البارح، شكرا للشعب الجزائري اللي البارح شجع المغاربة بكل روح رياضية والأخوة، تبارك الله عليهم. ونعم الجورة، ونعم الجورة، ونعم الجورة. هذاك اللي قال لي انت كتقلب على الفلوس، قلب على الفلوس، هذا ارتيكل قديم، ها هو هذا، ها هو هذا قديم، قبل ما يبان هذا المشكل ديال، قبل ما ندخل كاع لهذا الشيء ديال اليوتيوب، هذا الشيء قرا هنايا الابراهيمي، لا يهمني الربح، شتيها، لا يهمني الربح. لا يهمني الربح، أنا رابح الحمد لله، رابح، رابح ما كونفيونس اون موا ميم بعدا، أول حاجة، وربحت أنني رجعت لبلادي، فهمتي، ونجحت، ولدت ولاد ودرت أحفاد، ومربين أحسن تربية، شوف، اللي كيبغي بلادو، يخدم في بلادو، ويقاوم في بلادو، ويوصل ليوصل، واللي يمنن على بلادو، ما يدير والو. ما يدير حتى حاجة، والله ما يدير سفتة بالله. الأستاذ ديالنا والأب ديالنا. الناس اللي مزيانين، شتيهم هامات، هذا مع بو طبول، هذا مع بو طبول، خوتنا هما اليهود، هما اليهود، ها هما اليهود اللي ما كيسبوناش وما كيعايروناش وكيحترمونا، فهمتي، هما الناس مزيانين، هما الناس اللي كيعرفوا القيمة ديال المغرب. إذا انتوما جاتكم مفاجأة، فهمتي، هذاك اللي كيسبني وكيبقى يهضر ليا على الديون ديال المغرب، وعنده واحد لا كريدي بونكار ديال لا فالور ديال بي اي بي ديال البرودوي انتيريور بريت، كتقول لي ندير معاك مناظره، ندير معاك مناظره، حنا لا فينا كريدي ودو العالم كيتسنى، طلبنا من الجزائر تعاوننا تخلص، على انا نقول لك ان الجزائر اكثر مديونيه من المغرب، ما ندخلش معاك في هذا النقاش، با دي تو، ندخل معاك حنا الدوله، راهنا الدوله، راهنا البلاد باش حنا نعيشوا بخير، سي با بيان ياك، انا بالنسبه لينا سي بيان، علاش راهنا البلاد باش نعيشوا حنا بخير، نتوما راهني البلاد باش تعيشوا مكرفسين، البلاد كلها مرهونه باش تعيشوا مكرفسين، يا با بليس دو كالكو موا، انت بليس دو 400 جيريان ديسباري اون مير، بليس دو 400 الجيريان ديسباري اون مير، هاد لي 3 ديرني موا 15000 الجيريان اون فرانشي دخلوا لوروب، وصلوا لوروب بالحريق، ماشي بطريقة، مع البوطي، كعرفهم هما الشعار ديالهم البوطي البوطي البوطي، والمروك صاوبوا اليوطي، البوطي البوطي البوطي، والمروك صنعوا اليوطي، هادي هاد. إذا أش كنقول لك، صراحة بوخروبة استطاع، الرئيس الوحيد في العالم الذي استطاع أنه يفورماتي شعب على تقبل الميزيرية، وتقبل الإهانة والتكرفيس، والإيديولوجية الفاشلة، لن يتنازلوا على الإيديولوجية الفاشلة، وعلى عداوة الآخرين، والاستهزاء بالآخرين، واستهزاء بالآخرين، استهزاء ثم الاستهزاء، لا بالتوانسة، ولا بالمغاربة، ولا بالمصريين، ولا بالليبيين، هما رب المقلة، كما يقول لك حنا هما الشواكرة تاع لافخيك، باش الشواكرة تاع لافخيك، باش مصابين شي قنبلة ذرية، شي قنبلة نووية، مصابين شي صام، مصابين شي ما، شي كلاشينكوف، كلاشينكوف راك تحاولتو تصاوبوها، تشكاو منها العسكر، قالك كتسخن في اليدين، كتولي عافية، كتولي حمرا، كتحرق اليدين، اش كتصاوبو، باش نتوما أقوى دولة في العالم، كتصاوبو والو، تصاوبو كرام،
هيريتاج اسبانيول، كتصاوبو بقلاوه هيريتاج تيرك، ومضاربه عليه لا تيركي مع لا غريس، مضاربين عليه هذيك بقلاوه، فهمتي؟ تصاوبو الشاميه سي دوريجين تونيزيان، ومضاربين عليها، اش عندكم ما تصاوبو؟ صاوبتو لنا شي دوا شي فاكسان، المغرب ما كيقولك لا قوه ضاربه ولا قوه غير ضاربه. المغرب داخل سوق راسو كيجي الناس بحال لا طوختي، كيدخل راسو كينعس، فهمتي؟ كينعس وكينوض يخدم عاود كينعس، كينوض يخدم. راه ماشي واحد اللي ما كيخدمش كاع حياته كامله وعندو الشفره افتخار، وعندو لاغريسيون افتخار، وعندو السبان الاخرين افتخار، وعندو احتقار الاخرين افتخار، وعندو الاستهزاء بالاخرين افتخار، وعندو الظلم والاعتداء افتخار وقوه. ان الجزائر دوله ظالمه، دوله ظالمه، التاريخ ديالها كله ظلم، هي دوله ضعيفه وفاشله، كتستعرض لعضلاتها، كدير ليكسبوزيسيون بحال دوك ديال ليكسبوزيسيون بوغ سون بوبل، اما على برا عارفينها دوله فاشله وضعيفه جدا ومتخلفه، وهذا واقع، فهمتي؟ الا قلتي لي حتى المغرب، خلي المغرب ترونكيل، المغرب مازال ما قالكش انا دوله متقدمه ودوله قويه وقوه ضاربه. المغرب شاد القلب ديالو مرتاح، نوبه نوبه كتقول ليه سير حرر الصخره ديالك، سير حرر التمويل ديالك، سير حرر كذا، فهمتي؟ الذي منع المغاربه وعطل المغاربه عن التمويليه بعد استقلال الجزائر هي الجزائر، وحنا بالنسبه لينا حنا كمغاربه بغينا التمويليه تبقى عند السبنيول، كاينو غاطاش على اوروب، واليوم السبنيول اوروبا بعدا، فراسكم بلي الناطو ما قبلش يدمج سبتهم ليليا في الحلف ديالو. كسما يعني هذا مؤخرا اسبانيا ديبلوكات 3 مليار دورو، 3 مليار دورو للسودان باش تشد تماك السكان ديالها، ومازالت ديبلوكات 3 مليار دورو للدول ديال 6 ولا 4 مليار دورو باش مدن الساحل ما يبقاوش يدخلوا للجزائر، اللي تدخلهم تبيع وتشري بهم ودير الابتزاز للمغرب والاسبانيا. شو شحال ديال الفلوس كتخسر اسبانيا على قبال سبتهم ليليا. Vous croyez qu'ils vont résister? Est-ce que tu penses que l'Espagne va pouvoir résister la hijra, la mouage, l'Afrique qui est entrée dans le Maghreb? L'Espagne a un rôle de travailler sur les symptômes, parce qu'elle a été causée par quoi? Causée par une maladie sociale dans l'Europe. Parce que ce qui est arrivé à l'Espagne et qui est considéré comme l'Espagne, ça n'a pas été l'Espagne qui a causé les symptômes pour protéger elle-même الامواج البشريه. وشكون اللي كيهاجر جينيرالمون؟ اللي ما يقدرش يزطط في بلادو، فهمتي؟ او بلادو فيها حروب، او بلادو فيها استبداد، او بلادو فيها مجاعه، او بلادو فيها جفاف. كما حنا لماذا المغاربه هاجروا من المغرب في السبعينات كثره؟ لان كانت مفروضه عندها لحرب من القراقرو، حرب ديال بصح اللي كان المغرب كيأدي فيها مليار في النهار. وهادو اللي كيقولوا لنا انتم فيكم مديونيه، ما هو السبب؟ شكون هو السبب في المديونيه ديال المغرب غير القراقيرو؟ شكون السبب باش المغرب ولا مديون؟ غير القراقيرو. فرضوا علينا حرب، هما عندهم فلوس في الغاز والبترول، وعندهم ليبيا كتفورني، وعندهم سوريا كتفورني، ياك، وعندهم فنزويلا كتفورني، وعندهم سي نورمال محامين على المغرب. المغرب شكون يعطيه؟ المغرب كان يالله كيقوم راسو اجتماعيا، ما خليتوش، نوطوا لعدة احزاب، عدة معارضين، محاولات الانقلابات، سياحيا درتوا ليه عدة ليزاتونطا في المغرب باش تهربوا السياح، فهمتي؟ طردتوا المغاربة 350 ألف باش ديروا المغرب أزمة اجتماعية، وأزمة اقتصادية، وأزمة سياسية. شكون اللي ضايق المغرب؟ شكون اللي سبب للمغرب هذه المديونية اللي كدوي عليها؟ أما أنتم المديونية اللي عندكم كديروا مديونية باش تعاكسوا الأنظمة الأخرى، باش تعاكسوا المغرب، عمرتوا كريدي والأولي ريزيرف ديالكم كليتوهم ديال الدوفيز باش تضايقوا المغرب. أما المغرب إلا دار كريدي باش يعيش الشعب ديالو، باش يدير منشآت، باش يدير إنتاجات، باش يقوم البلاد. شو البلاد كي ولات دايرة؟ حنا راه باين علينا الكريدي ديالنا، راه ما كلاواش الناس، فهمتي؟ إلا درنا كريدي راه باين علينا. دخل الدار البيضاء، دخل مراكش، دخل طنجة، دخل سلا، دخل الناظور، دخل تطوان، دخل المضيق، ادخل الكاس، فين ما مشيتي كيقول لك باين علينا المديونيه ديالنا، باين علينا مصروفه على البلاد،
وغادي نرجعوا شي حنا نضحيو للبي بي ديالنا، بي بي ديالنا ديال عام عامين، نعطيوه نخلصوا من الديونيه ديالنا، ناكلوا الخبز واتاي. انتما كتعينونا بخبز واتاي سيدي، ناكلوا الخبز واتاي، ولكن حنا فلوسنا كنخسروهم، رزقنا كنخسروا علينا، الغله ديالنا كناكلوها حنا، فهمتي؟ ما كنعطيوهاش لواحد اخرين. اما انتم عندكم الغاز والبترول، فينا هما؟ 15 مليون جزائري يعيش وراء الجزائر، كون كلاجئ، كيقلب فين ياكل فابور، كيقلب فين ينعس فابور، كيقلب على المساعدات الاجتماعيه، شي شفار في الترانات، شي شفار في لي بوس، في لي مترو، شي بيك بوكيت، شي يبيع الدخان، شي يبيع لا دروك، شي لا دار، لي ديلر، كلشي على هذه الدوله. هذه الدوله الثوريه المحرره حررت الشعب ديالها، حررت الشعب ديالها، الدوله اللي قتلت 250,000، وحتى جزائري ما يقدر يدوي، حتى واحد ما يقدر يتساءل فين مشى خوه، فين مشى عمو، فين مشى باه. هذه الدوله التحرريه، هذه هي الدوله ديال الناشط قاس الثمن. تجيو تدخلوا علينا حنا، تقولوا انتم عبوديه، حنا الملك قتل 250,000، حنا الملك قتل غير واحد، واحد، وري لي شي واحد قتلو الملك، قول لي يا أبو بقير ولا بن بركة، هذاك أي مغربي دابا اليوم يقول لك المغاربة فاقوا، كيقول لك هادوك خوانا، وبغاو يزعزعوا البلاد، وبغاو يشتوا البلاد، وبغاو يعطيوها في طبق من ذهب إلى جمال عبد الناصر، وإلى أبو خروبة، وإلى القدافي، وإلى المعسكر الشرقي الشيوعي الملحد. أما المغاربة مؤمنين، المغاربة على نيتهم كيبغيو الجزائريين، كيحماقوا على الجزائريين، إلا جبتي ليه جزائري وقلتي شي حاجة خايبة على الجزائري ندمك. كانت صعوبة التواصل معاهم، تقول لهم أودي راه دارو دارو، ما شحال دارو دارو فيا وفيك، ما كانوش كيتقبلوها. اليوم الجزائر هي وضحت ليهم، هي قالت لهم فوالا راه حنا هما القراقير اللي غادي نقريوكم شنو معنى العنصريه. النشيد الوطني يسفروا فيه ويسبوا فيه، الفريق لاعب وكيسبوه ويعايروه، عايروه بختو فوق وسط الملعب، وسط الملعب كيسبوا اللاعب اللي بان كيعايروه بختو بمو، نفس الاخلاق النبيله التي لقنها لهم النظام البخروبي الفاشل الفاسد المجرم. هذا هو اللي بغيت نقول لكم اليوم، هنيئا للمغاربة بالمشاركة في ألعاب بحر الأبيض المتوسط، لأنها لخصت 60 سنة كان المغاربة في سبات عميق. اليوم على المغاربة، خلينا من دوك الرخاص اللي بايعين راسهم، هذوك راه البلية، هذوك راه عطاو يعطيو بلا ما نقول لكم من قبل البلية ديالهم اللي كاين في فرنسا، وكاينين في الجزائر، وكاينين في أمريكا، خليني وكاينين شي وحدين هنا، كاينين شي وحدين هنا رانو نتوما الشعب، نهار اللي غادي يعيق بهم الشعب ما بقاوش يخرجوا من ديورهم. راه عندهم دابا واحد الموجه تابعه، حيت كانت شي بعض الازمات داخليه، ازمات اقتصاديه، نظرا لهاد المشاكل اللي وقعت مؤخرا، لان الجزائر دائما كانت تحاول ان تخنق المغرب، فهمتي، وكتحرض عليه منا ومنا، وكتشري المعارضين حتى داخل المغرب، وداك كانت كظن ان الورقه الرابحه ديالها هي تقطع الانبوب ديال الغاز وغادي نوليو نطيبو بالحطب. شافت الامور غاديه مزيانه، ها هو الغاز كيجينا من المانيا عن طريق الانبوب اللي ربحناه، اللي كيدير ملايير الدولارات، اللي ربحناه المغرب ربحو، ولا حنا كيزيفطو لينا الغاز عن طريق اسبانيا. والانبوب ديال نيجيريا نهار يجي الاجيال الصاعده ان شاء الله يلقاو الامور، ونتمناو يثبت الاكتشافات ديال الغاز والبترول في المغرب، حتى المغاربه يكون عندهم الاستقلال او الاوتونومي، ولا الاوتونومي انرجيتيك، تكون عندهم استقلال طاقي ديالهم، الاكتفاء الذاتي. على اي خلينا من هذا الشيء، حنا عايشين باللي عطى الله، نعيشوا بخبز واتاي، حنا هما اللي عندنا الكرامه، وحنا هما ما نقولوش النيف، حنا هما اللي عندنا الرجوله، وحنا هما اللي عندنا ما معنى ان نوم افيك اش ماجيسكول افيك اش اونغرا، رجلون مكتوبه كبيره، هما المغاربه، والمغاربه هما الرجال اللي ما كيحقروا حتى واحد، ما كيحتقروا حتى واحد، وما كيسبوا حتى واحد، وما كيهينوا حتى واحد، واللي كيديروا الخير، وكيديروا الصداقه، وكيديروا التعايش، واللي مكالمين، واللي مقاردين لو كالم ديالهم، الهدوء ديالهم، المغاربه اللي متمكنين وواصلين ومتواضعين، هما الرجال. اما الهاب هاب القراقير وقرقر قرقر، هذه صنيعه بوخروبه، صنيع بوخروبه مصنوع، مصنوع كان متسكع في وجده، هادو هما النتائج ديالو، السياسه ديالو. ولي فيو اللي باقيين شادين في هاد الشيء ولقنوا الشعب ديالهم، راه اليوم الشعب الجزائري، الشعب الجزائري
اكثر تطرف من النظام الجزائري. عندك شي مغربي يعتقد يقول لك الا مشاو الجنرالات اليوم الكبرانات غادي الشعب الجزائري يتبدل. راك غلط، راك غلط، غادي يوليو اكثر واكثر وغادي ينشبوا معك حرب. مازال هادو راهم دايرين ليكيليبر، هادو اللي غادي يجيو غايديروا معك حرب مباشره واخا يخسروها، يديروا معك حرب، باغي نحرب معك. راه كيفتخروا غير بدبابات جديده. ودابا تشوف الاستعراض ديال عيد الاستقلال ديالهم ديال 5 جويلية، دابا تشوف الاسلحه اللي غادي يوريوها. راهم سدوا مدينه ارجي كامله باش يدخلوا الاسلحه ديال روسيا واخا يكريوها باش يستعرضوها باش يخلعونا بها، فهمتي؟ تفرج تفرج في الاستعراض لو 5 جويلية. اللي مش رحنا اليوم اكل جو باسكو لاني كونجي، اليوم لو 3 جويلية. لو 5 جويلية تفرج في الاستعراض ديال العسكري، شحال من عام ما داروش، سنين وربما من الثمانينات. هذا العام غادي يديروه، غادي يديروه لان الشعب محتاج لهذا استعراض القوه وكذا على المروك، فهمتي؟ ورا بالك ليجو ميديترانيا. وهنيئا للمغاربه، ونتيجه ايجابيه، مليار مئة مليار 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 مره للمغاربه حتى يكتشفون مع من حشرهم الله في الجوار. والله أكبر.